قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري: دعوات التظاهر والخروج التي يرددها الخارج ليست بجديدة، مضيفا أن الشعب المصري بخبرته التاريخية لا يستجيب لما يسمى بدعوات الخارج أو معارضة الخارج عبر التاريخ، مؤكدا أن كل من ذهب إلى الخارج ليعارض لم يستمع إليه أحد. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الشعب المصري استفاد من دروس 2011 وفكرة الخروج إلى المجهول، موضحاً أن دعوات 11/11 الخارجية بلا وجهة ولا قيادة ولا وجود لها على الأرض، لذلك لن تكون لها استجابة من الشعب المصري. ومن جانبه أيضاً قال القيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة أن الدعوات السياسية يجب أن تصدر من السياسيين وليس المقاولين ولا من الهاربين، لافتاً إلى أن الدعوة تأتي من أبناء الوطن إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، مشدداً على أنه لن يشارك في دعوات 11/11 لأنها مسألة منطقية ومعروفة. وقال أيضاً رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام أن دعوات التظاهر يوم 11/11 هي والعدم سواء ولا تستحق الرد عليها أو حتى ذكرها، مضيفاً أن هذه الدعوة لا تمثل الشعب المصري ولا تمثل أي من فئاته ولا أي من قواه السياسية أو الحزبية. وأكد رئيس حزب العدل أن الحزب يرى أن هذه الدعوة مجرد دعوة فردية مشبوهة أطلقها من تبقى من ذيول جماعة إرهابية تصدى لها الشعب، ولكن استطاعت بعض ذيولها أن تهرب للخارج، وهي الآن تحاول جاهدة بث سمومها في الداخل لكنها لن تنجح أبداً.